حظنا حلو قوي في الفقرات قوي. الفقرات جميله بجد يعني ومختلفة. بشكر الاعداد بجد النهارده على الفقرات الحلوه قوي دي. يعني ليله ورا اروع النهارده. استمعنا الى صوت وعزف جميل جدا، الموسيقار هاني الجزاوي، منورنا، اهلا وسهلا بحضرتك. وكمان المفاجاه معانا الفنان التشكيلي الكبير والجميل والانسان الرائع، الفنان التشكيلي الكبير محسن منصور. برحب بحضرتك، اهلا وسهلا، منورنا ومنورنا وسعداء جدا. والحقيقه طبعا احنا بنشكر فريق الاعداد بتاعنا، انتوا كل يوم طبعا بتمتعونا وبتمتعوا مشاهدينا بفقرات مميزه، ولكن فعلا زي ما محمد قال النهارده يوم مميز، فقرات حلوه، حظنا حلو فعلا، فقرات جميله بضيوفنا الاعزاء اللي موجودين معانا. الموسيقار الجميل هاني الجزاوي، احنا بنشكرك على الكلمات الجميله والاغنيه الحلوه لسيده الشرق ام كلثوم، منورنا وكل سنه وحضرتك بألف خير. وهنروح للفنان التشكيلي الكبير بقى اللي دايما ضيفنا ودايما ضيف عزيز على قلوب قناه مصر الزراعيه، وحضرتك طبعا ضيف دائم، وكنا بنتكلم دايما على الفن التشكيلي وقد ايه بنقول انه زمان يمكن ما كانش ليه صدى قوي، ولكن دلوقتي الناس بقى الحس بتاعها راقي وفي ناس كتير بتهتم. بس خلينا نفكر المشاهدين عشان اللي ما يعرفش يعني ايه فن تشكيلي واهم سماته بتكون عامله ازاي. هو اولا يعني انا اشكركم جزيل الشكر والتقدير لقناه مصر الزراعيه، فانا فعلا زي ما حضرتك تفضلتي وقلت ان انا ضيف دائم. صحيح. وانا بحب مصر الزراعيه، انا بسجل وبشتغل في قنوات كثيره جدا، يمكن اغلب قنوات مصر اشتغلت معاهم كثير جدا، الا ان انا بستريح لان انا اصلا راجل ريفي شرقاوي، ومصر الزراعيه بتوصل لكل اهالينا وكل بلادنا، وانا عملت استقصاء عن القناه وعن وصولها لاعماق الريف وكذا، وكنت بابا سعيد جدا لما حد يقول لي اه ده احنا بنشوفها وبنستفيد بيها وكذا في بلادنا يعني وفي قرانا كده يعني.
فأنا كان ليا الشرف إن أنا جيت عدة مرات هنا على القناة، وكنت سعيد جدا وبحس بألفة شديدة جدا وإن أنا مستريح يعني، رغم إن كان طلب غريب أول ما جيت أول مرة وقالوا تيجي مصر الزراعيه، فقلت هي مهتمه بالفن التشكيلي. احنا قناه طبعا يعني مهتمه بالزراعه بالدرجه الاولى، ولكن احنا عندنا برامج منوعه في كل مجالات الحياه طبعا. في الزخم وفي العلم وفي الفن وفي الذوق وفي الديكورات والاستديو العظيم ده، وكمان بنتعلم منك يا دكتور، بنتعلم منك الله يخليك، يعني من المذيعات المذيعين الراقيين جدا يعني، ثقافه ادب يعني وخلق. فالفن التشكيلي طبعا ده شيء عظيم جدا، ودي صنعة عظيمة، ويعتبر الحرفة العابرة للقرون والعابرة للأزمنة. صح. فإحنا طبعا علمنا وعرفنا خبر السابقين من الحضارات ومن أهلينا ومن أجدادنا عن طريق الفنان التشكيلي، الرسام على الكهوف وفي المعابد، وعن طريق إحنا في الأزمنة الحديثة كمان الفنان الشعبي القديم اللي كان بيرسم على الجدران حتى في الأهازيج وفي مناسبات الدينية، في مولد النبي لما بيرسم كده المولد والمراجيح والحاجات زي كده، في الحج في الحج وفي المناسبات الدينية وفي حاجات كثيرة جدا. صحيح. يعني فالفن التشكيلي هو المتحدث باسم الزمان والمكان اللي بيكون فيه، وله الديمومة وله الرقي. حتى بالمناسبة النهاردة طبعا موجود معانا الأستاذ هاني الموسيقار العظيم والمطرب العظيم، لأنه فنان تشكيلي كمان يعني. هو أستاذ هاني أحد نجوم الصالون، عندنا صالون ثقافي احنا بنعمله كل شهر اسمه صالون محسن منصور الفكر والإبداع، وزارة الثقافة بتدعمنا فيه، بنعمله كل شهر في الأوبرا. أستاذ هاني أحد نجوم الصالون يعني، وكمان أحد نجوم الفنانين التشكيليين اللي بيعرضوا معانا لوحاتهم. أنا عايز أسأل بس حضرتك سؤال، الفن التشكيلي ده هو شيء قد يبدو نخبوي، انما هو في الحقيقه احنا عايشينه في كل بيوتنا، في تفاصيلنا، في هدومنا، في ملابسنا، في اختياراتنا. الفن التشكيلي لكي يكون جيدا يجب ان يكون المخزون جيدا، يعني خلينا نقول ان البيئه النهارده بقى فيها كتير قوي من الملوثات، فازاي بتقدروا تخلوا الفنان او اللي عنده موهبه دايما تبقى عينه على الحاجه الحلوه؟ ازاي بتخلوه يطلع الحاجه الحلوه في وسط حاره فيها كتير من الملوثات، من الريف، في ظل كتير من الابنيه المخالفه في المحيط، ازاي بتخلوا الانسان عينه تشوف الحاجه الحلوه؟ طبعا ده دورنا، ده دور الفنان التشكيلي، ان هو بيقدم لوحات وبيقدم اعمال وبيناهض القبح في المجتمع. احنا كفنان تشكيلي يعني، احنا دلوقتي بالمناسبه يعني عاملين طبعا طول عمرنا بنعرض في القاعات العرض المغلقه اللي موجوده في القاهره، معانا صور على الهواء. دي لوحه من لوحاتي، ديت شغل الاستاذ هاني فنان تشكيلي يعني، ده بيغنيها وبيرسمها يعني. اوكي صحيح طبعا. لا حتى كمان تحس بالنغم في لوحاته يعني، طبعاً. انا احس بالموسيقى، بحس بعبرات طالعه من اللوحه وحقيقي بيلاقي اختيار الالوان كمان هو كمان رقيق يعني، طبعا في رقه في اختيار الالوان زي ما حضرتك تفضلت. ده شغل هاني برضه؟ ده الاستاذ هاني. جميل واحنا طبعا هو استاذ هاني يعتبر من الفنانين المعروفين جدا في قاعات العرض وقاعات المسرح. يمكن كمان احس استاذ هاني باين وواضح يعني، في بعض الناس ما بتفهمش الرساله قوي من بعض اللوحات التشكيليه، ولكن هنا الصور واللوحات الجميله اللي معانا له منهج. له منهج واضح يعني، انا كاتب كمان في الاهرام بقى، الله حليم الله. فتبص تلاقي حتى في ديستورشن شويه في الصوره يعني، هتلاقي بالعرض شويه بس لا لكن فكره الظل والنور واضحه جدا، روح الصوره طالعه والملامح صريحة جدا. لا هو كمان مش قادر يخرج عن شخصيته كموسيقي، فبيرسم حليم، بيرسم حد على العود، بيرسم حد في النهاية يعني، شفت له لوحات كثيرة جدا أعتبرها لوحات موسيقية. هو اسمه الموسيقار التشكيلي يعني، هو في الوسط بيطلق عليه الموسيقار التشكيلي. هو أنا شايف أنه هو أكاديمية يعني، أستاذ هاني ما شاء الله أكاديمية متنوعة، أدب وحاجة عظيمة يعني. لا وكل العنصر النسائي اللي بيرسمه كله في استحياء ونظرة خجل ورقة بالزبط. وده بجد يمكن بين دلوقتي متفرنجين أكتر، والهوية المصرية بتاعتنا تاهت في وسط الفرنجة دي، ولكن حضرتك بترجع ده من خلال أعمالك هو الجميلة. هو شايف المرأة إزاي؟ الأصالة إذا كان شايفها حاجة راقية وجميلة هيرسمها بشكل حلو، يبرز ده طبعا. لا وفي حاجة على فكرة، أنت لو تلاحظوها في أغنية سيدة الغناء العربي أم كلثوم الله يرحمها، تلاقي شخصية هاني جوه الأغنية. هو مش بقلد أم كلثوم، بيغني حليم وبيغني فريد، لكن وله أغانيه الخاصة، لكن تلاقي شخصية هاني جوه الأغنية، جوه الحروف. صحيح. يعني من خلال الجمل اللي هو بيقولها، جمل بحس إن ده فعلا
شخصيه هاني اللي انا اعرفها وان انا قعدت معاها وشافها. شوف انتوا حضراتكم اكتشفتوا حاجه رقه في طبعا. في اللوحات. لا هو دي شخصيته هو يعني. تبص ليه الانسان ما بيقدرش ينسلك. زي نرجع تاني لسؤال الاستاذ محمد هو بيتكلم على اساس السؤال ازاي مهم جدا طبعا. ده سؤال عايز ايام طويله عشان الشرح يعني. طبعا احنا مرينا بحقب كتيره جدا من الاهتمام بالحس. شوف احنا قاعدين فين وشوف حضراتكم وشوف الاستاذ هاني شوف كل واحد فينا. هي دي لوحه تشكيليه الاستاذه اسراء. دي لوحه تشكيليه ما تلاقيش في لون نافر او ما تلاقيش لون غريب. هي مختاره بلتة الوان عظيمه جدا من لون بني واللون ده ما تلاقيش في حاجه نشاز. فانا كده بقول هذه السيده درست فن تشكيلي. هذه السيده احساسها تذوقت حتى الفن التشكيلي. حضرتك كمان بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ليه انت لبست الجاكيت الابيض ده؟ هو ده اللي احنا عايزين نعلمه للناس. مش عايزين نطلع فنانين رسامين ان هم لما كل الناس ترسم ما احنا نشتغل لمين. يعني انا ببقى سعيد جدا لما بعمل معرض استاذ حضر لي معارض كتير خاصه والاقي في ناس مش فنانين موجودين. يعني الحمد لله انا من اكبر الفنانين المنتجين واكثر الفنانين اللي بيجي لهم جمهور الحمد لله في معارضي وكذا. لكن بحس لما ببقى عندي اطفال ببقى فخور جدا بسيب الوزراء وبسيب الشخصيات الكبيره وبقعد مع الاطفال وبسالهم عشان بتعلم منهم. لان انا يوم ما ابقى ناجح فنان ناجح ابقى بشخصيه الطفل برقه الطفل زي ما وصفته الاستاذ الموسيقار بانه رقيق وان الوانه رقيقه وصوته رقيق وحاجات زي كده. ده اللي احنا عايزين نوصله. دي الرساله استاذ محمد عايز اوصلها للمجتمع. واحنا دلوقتي عندنا مبادره زي ما حكيت لكم هتبتدي من بكره ان شاء الله. احنا بقالنا 4-5 شهور انا الرئيس الفخري ليها. هي مجموعه شباب فنانين كبار ومعهم شباب ابتدعوا الاستاذ خضر مصطفى ابتدعوا فكره ان احنا نترك قاعات العرض المضيئه والفسيحه وقاعات القاهره ونذهب للاقاليم والارياف ونذهب للاماكن أيوة. الغير لم يصلها بعد هذا النشاط. لان في حصل في تجريف بقالنا 4-5 عقود من 40 سنة في تجريف في المدارس وفي التربيه دلوقتي مدرسه والدور قصور الثقافه برضه يا دكتور. طبعا ده قصر الثقافه ده دور كنت بحضر المعارض دي زمان في قصور الثقافه ايوه وموسيقى الحجره في اسكندريه في قصور الثقافه. لولا قصور الثقافه ما كان في فنانين شغالين دلوقتي. انا كنت شاهد على احمد زكي رحمه الله عليه. انا شرقاوي فكنت بشوف احمد زكي منتمي لقصر ثقافه الزقازيق اللي كان بيجي الاستاذ محمد توفيق الله يرحمه ممثل عظيم طبعا عشان يعلم شويه اطفال ما حدش عارف اطفال قصور الثقافه. شوف من الاهتمام ومن 5 ساعات اشتراك طلع احمد زكي. طب يعني شيء عظيم. انا شخصيا راجل اللي شكلني ثوره عكاشه وزير الثقافه الاسبق في الستينات كان بيبعت لنا حاجه اسمها القوافل الثقافيه. القوافل الثقافيه ديت كانت تيجي سينما ومسرح ومعرض والاراجوز واشياء حلوه جدا نقعد كده في الجورن على الارض وكذا ونشوف. انا شفت لوحه للاستاذ العظيم احمد صبري رحمه الله من الرواد. احمد صبري ده شيء عظيم جدا كرسم بيكار. ما كنتش عارف بيكار ولا احمد صبري ولا اعرف حد. الكلام ده في اول الستينات يعني. فقلت حست حاجه جوايا بقيت حاسس ان اللوحه دي انا عايز ابقى كده عايز ارسم كده. فمن اليوم ده وانا في ثالثه ابتدائي وانا قلت انا عايز ابقى فنان تشكيلي اسال واشوف. وحضرتك بتكرر هذه التجربه طبعا. في المبادره بتاعتك دلوقتي انا لما بدي ورش في المتاحف وفي جامعه عين شمس رحت اديت ورش هناك في جامعه الطفل كمان اديت في اماكن كثيره للكبار. بس انا ببقى حريص اجيب اطفال زي ما علموني الكبار وانا صغير. انا بحب الاطفال. لا والمبادره اللي حضرتك طبعا اتكلمت عنها اخترت المنبر المميز عشان تعلن عن هذه المبادره هنا في منبر قناه مصر الزراعيه ان انتوا هتلفوا الريف والقرى. بكره هنبقى طبعًا. في شبرا هنبتدي اول معرض في شبرا وسيظل المعرض 6 اشهر في نادي. احنا هنتابع معاكم كمان بعد رمضان هتلاقي حضرتك اكيد معانا وهتبلغنا يعني. اخبار المبادره ايه وهنروح كمان للموسيقارنا الجميل استاذ هاني هتمتعنا. احنا عايزين حليم بقى يعني طيب. سمعنا حاجه لحليم كده. اقول ايه طيب لحليم زي ما تحب نسمع قلم تراب طيب حاجه رمضان حاجه كده تدي روحانيات صفاء للروح يعني صحيح. وجمال يا
هي سرك في تنوره بحكمتك وبرحمتك تهدي. أنا من تراب والإرادة هي سرك في تنوره بحكمتك وبرحمتك تهدي. تراب وسرك إذا مس التراب يحييك. الهمني حب الخير حب الجمال والحق. خلينا أقول للشيطان مهما غواني لا. الهمني حب الخير حب الجمال والحق. خلينا أقول للشيطان مهما غواني لا. علمني أسبس ولو زاد الجبل وانشق. الهمني يا رب علمني يا رب يا رب سبحانك يا رب يا رب يا الله عليك أستاذ. دكتور محسن، يعني زي ما الأستاذ هاني دلوقتي استخدم مقام الصبا أو عبد الحليم حافظ استخدم مقام الصبا في التعبير عن هذا الحزن والشجن في هذا الدعاء تحديدا، كيف نعلم أطفالنا استخدام الخامات والأدوات والألوان عشان يبتدوا لأول تجربة ليهم في الفن التشكيلي؟ وحضرتك قاصد ده والتارجت بتاعك هم الأطفال، وخصوصا أن حضرتك عارف الخامات دلوقتي شوية بقت أسعارها مرتفعة. إيه الخامات اللي هتخدم بيها ولاد البيئة الريفية اللي حضرتك رايح لهم النهاردة؟ بتوفر إيه للأطفال دي من خامات؟ يعني دايما بنلاحظ الطفل تديله ورقة يرسم لون أرنب يعمل لك ودنه خضرة وعينه زرقاء. محتاج حد يعرفه إيه هي الخامة أو اللون اللي يعبر بيه عن الصورة. والله اسئلتك النهارده بسم الله ما شاء الله اسئله عظيمه، يعني انا مبسوط جدا من الاسئله الجميله بتاعتك يا زعيم. فعلا سؤال عظيم، والسؤال ده اصلا همي واهتمامي طول ال 20 30 سنه الاخيره. فانا بحاول احيي بعض الخامات البسيطه والرخيصه، وبالفعل عملت تجارب ودرستها للاطفال. طبعا انا بحب الاطفال والشباب وكذا، وبدي الكبار كمان يعني، لكن انا دايما مصر يكون عندي اطفال. اول حاجه انا بجيب الطفل وبسيبه يشتغل، بخليه بالمعنى اللي هو شخبط شخبيط يعني يعمل زي اخده حته حته واوضبه وكذا. من ضمن الخامات اللي حضرتك اتكلمت عليها، انا عملت معرض كامل اسمه ايقاعات لونيه. كنت انا ضيف على الدوله، دعتني اعمل معرض في قاعه احمد شوقي كرمة ابن هاني بالألوان الزيت الجاف، بالألوان اللي بيسموها ألوان الشمع. معرض كامل من 44 لوحة، كل لوحة مش أقل من متر في 70 صافي بدون برواز. ودي رخيصة بألوان جدا، ممكن بسبعة جنيه ألوان شمع، وبعشرة جنيه وبعشرين جنيه. وده عملت منها لوحات كثيرة جدا، وأنا أعتبر يعني من الناس اللي بتحب يسموها بقى يدلعوها شويه الاويل باستل. في السوفت باستل اللي هي ذات طباشير كده، دي بتبقى سهله شويه لانها طيعه وسهله. لكن انا احب لوحاتي واعمالي يكون لها صفه الاستمراريه، ما مش مجرد تتنفخ كده او لو البراز وقع تتكسر تضيع اللوحه. فالوان الشمع دي ثابته جدا ورخيصه جدا. فانا لما بشتغل مع الاطفال بشتغل معاهم بالوان الشمع، حتى بخليهم هم يجيبوا الوان الشمع واشتغل بنفس الالوان اللي هم جايبينها عشان يصدقوا ان المنتج ده يطلع من الالوان دي. وكان في تجربه في جامعه الطفل كنا بنقيمها في جامعه عين في شهر مارس اللي فات بالوان الشمع كلها. حقيقه انا ان شاء الله مرات جايه اجيب معايا الصور، اجيب معايا نتائج الاطفال وكذا، شيء مبهر. وان شاء الله نعمل لهم في
عين شمس في الجامعه ان شاء الله، معرض عظيم يعني. لو هتبتدي مع الاطفال في السن ده، وخصوصا حضرتك طبعا حسك الفني مميز، واكيد بتدي للطفل الثوابت الاولى اللي هيبتدي بيها ان هو يبقى مشروع فنان تشكيلي صغير، ولكن مشروع فنان دارس، حتى لو ما درسش الموضوع ده دراسه اكاديميه، ولكن على الاقل من الناحيه الفنيه هو دارس. لا هو لسه طفل، لسه ما قالوش درس اكاديمي ولا حاجه، انا باخده على طبيعته وبعفويته، حتى لو ما تخصصش اقصد بكلامي في خلال دراسته، ولكن هي تبقى حاجه جنب الدراسه، ولكن برضو مدروسه من الناحيه الفنيه. وانا عايزه كمان اروح للموسيقارنا الجميل، احنا كلنا عايزين نروح للاستاذ هاني، عايزين نسمع حاجه من اغانيه يعني. انا عشان والله انا صاحبه ومن زمان، فانا مليان نغم. حضرتك هو عنده اغاني خاصه طبعا، بتلحن وتكتب؟ يعني بكتب قليل بس انا بلحن كتير يعني. فعنده اغاني بصراحه. انا ليا تعليق بس الاول على السؤالين مع بعض بتوع حضرتك. الاعلانات والاشياء الملوثات اللي انت قلت عليها هي فعلا بتلوث دلوقتي المجتمع يعني، بتلوث نفسيه وعقليه الطفل اللي المفروض ان هو هيرسم. انت عينك لو اتعودت على ان الكراسي بتاعت السفره دايما مش مرتبه هتعدي ومش تفرق معاك، صح؟ لكن لو دايما الكرسي كان حد بيظبطه، فانت من كتر رؤيتك كده لو عديت جنب الترابيزه لقيت الكرسي مش مظبوط هتلاقي نفسك هيضايق، وهتلاقي نفسك بتعدله لوحدك. لو متعود انه دولابك دايما مش مرتب مش هيفرق معاك، لكن لو هو دايما مرتب والبدل جاي. بس انا بتكلم على شارع، الشارع ده احنا مش الشارع ما عندناش بقى القدره دي، فعشان كده كنت بقول لدكتور محسن ازاي بقى الطفل اللي بيمشي في الشارع اللي كله ملوثات اخلي عينه تلقط. احنا بنحاول بقى، هو ده بقى بنحاول استرجاع، يبص على ايه بالظبط الشارع اللي رسمه. يعني في مثلا الرؤيه البصريه، صور للاستاذ محسن كويس، الصوره دي هي اللي بتنظف العين يعني. هو لما يشوف شارع المعز بصوره برؤيه كويسه جدا، بعيد عن اي اعلانات وبعيد عن اي ملوثات، الصوره النظيفه بتنظف عينه بالزبط. يعني كانك انت لو عرفت تمسك الاطفال، ما هو ده اللي يربط السؤالين ببعض، ازاي تخلي الطفل ده. هو مش بس كده يعني، انا هرسم حنطور في شارع المعز، انا ممكن اشوف الدبانه اللي على الحصان فاقول هرسم ايه اصلا بالزبط. وممكن اشوف جمال رسمه عين الحصان، ما هو ده بقى دور التدريب، ده تدريب الطفل. احنا بندرب هو ده انا سالت، ده اللي انا سالت فيه لما احنا اتدربنا واحنا صغيرين، ازاي تخلوا عيننا تشوف الحلو في الخمسينات، وكان عندنا 12 ماده تربيه، فقدرنا ان احنا نبقى فنانين، وقدرنا نختار الواننا ونختار بيوتنا ونختار شوارعنا. بس للاسف يعني، بمناسبة عبد الحليم حافظ، عشان تشوف احنا كنا في الزمن الجميل، انا مرة قالوا عبد الحليم بيعدي من هنا يوم الجمعة الصبح الساعة 10، اذا استناه هو بيروح عنده مزرعة كده ولا حاجة فروحنا اسبوع ورا اسبوع، قعدنا يجي شهرين ثلاثة ما نشوفهوش، لحد ما صدفة. لان عايز اقول لك بقى الفنان العظيم اللي بيعيش، اللي هو الفنان الصادق يعني. فشاورنا له عربية بيضة كده من طراز امريكي، مش عارفين هي، كنا صغيرين، انا كنت 10 سنين، كان ده 63 او حاجه. شاورنا له، وقف الراجل بتواضع شديد جدا، كان معاه واحد بسوق العربيه وهو جنبه وكذا، ووقف ونزل لعب لنا في شعرنا كده، يا رجاله عاملين ايه، بتذاكروا ولا ما بتذاكروش وبتاع. فانا طبعا ده فل، انتوا عارفيني، انت عبد الحليم فبتسمعوني. فانا كنت شويه من بدري كده زي ما بيقولوا بالبلدي بالدارج لمط شويه او يعني قال ايوه انا بسمعك، قال لي بتسمع ايه، قلت له سواح والاحضان وجانا الهوى ولا ما اعرفش، الاغاني كانت القديمه بقى بتاعته ديت وبتاع، واغنيه انت عمري. ما انت بتشوقنا ليها استاذ محمد. وانت عمري، ايوه ما خلي الاستاذ. لا انا عايز اقول لك، شوف قد ايه الفنان العظيم يعني، طبعا تواضع وكذا يعني، وقف لاطفال ديت لازال حفره جوانا، حفره جوانا يعني، ذكرى حلوه جميله. صحيح. زي ما احنا بنعمل الوقت، وزي ما الاستاذ هاني بيعمل، زي ما انتم كمان حضراتكم المفروض يبقى دي دعوتكم لنشر الجمال يعني. طبعا اكيد طبعًا. اكيد على ذكر جانا الهوى، ممكن اقول لكم ليه من جانا الهوى؟ طبعا انت مبسوطه جدا كده، ها كل احلامك بتتحقق النهارده، شعر المرأة وعبد الحليم وكل حاجه، كلنا بنحب عبد الحليم طبعا. جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا، جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا، ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى،
غلبالي يا رميني بسحر عنك الاتنين ما تقولي واخدني ورايح فين يا رميني بسحر عنك الاتنين ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا عالفرح موديني انا بسأل ليه واحتر كده ليه بكرة الايام هتوريني خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شغال بالي يابا يابا شغال بالي ده حبيبي شغال بالي يابا يابا شغال بالي مرمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا مرمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا خلصنا اللي شبكنا خلصنا الله عليك يا استاذ الله عليك اي حاجه تخلصنا ما عايزين نفضل مكملين ونفضل مشبوكين في صوتك الجميل استاذ هاني بجد امتعتنا احنا عندنا استاذ ابراهيم المخرج بيطلب طلب مخصوص انه عايز يسمع اغنيه من اغانيك المخصوص بقى بتاعتك طيب. حاجه لحنتها او يا ريت تبقى لحنتها وكتبتها طيب هو في حاجات كتير انا كنت عامل مسرحيه وكان هي كانت كلمات احمد فؤاد نجم رحمه الله عليه هو كان في جزء في المسرحيه المفروض ان هو شاعر بيدخل السجن بسبب ان هو بيتكلم بلسان الناس بس فانا كنت ملحن ده فهو كان واخد التيمه بتاعت على حزب وداد قلبي هي تيمه شعبيه وفي الكلور شعبي ده هو كان شاعر تشكيلي على فكره هو كان بيكتب بالصوت طبعا المستعده يعني مش موجود عارف بس الشرقيه كمان احمد فؤاد نجم يعني الشرقيه ديت انتجت فنانين عظماء صحيح طبعا هو كان يعني بيرسم بالكلمات حقيقي بالظبط وفي حتى كتاب لي بكار اسمه الرسم بالكلمات طبعا كتاب جميل جدا ان الانسان لو عرف يكتب بشكل كويس هيصور هيدي صوره بالمناسبة برضو أغنية الهوى هواية لعبد الحليم هي لوحة تشكيلية يعني انت لو خدت صحيح. الكلمات وسمعتها صحيح. كويس هتفاجأ ان هو في كل مرة يا بيرسم مركب وبيوصف لك المركب في النيل بيعمل ايه يا بيوصف السماء يا النجوم يعني دايما واخد حاجة بيرسمها تشكيلي حقيقي فممكن نقول على حزب وداد طبعا انا اكيد لحنت لحن غير التيمة بتاعت الفلكلور وغير لحن عبد الحليم بتاع حزب وداد وأزاني يا ما جابني ويا ما وداني
ما جابني ويا ما وداني من قوله في الحكايات على حسب وداني قلبي يا ولي أنا شط النيل يا جناوي ضليلة وقلة مية على شط النيل يا جناوي ضليلة وقلة مية وشطوط مزروعة غناوي وشطوط مزروعة غناوي وغطن حب وحنية يا ليل والزين يغزل مواله من كلمة عمه خاله ده الزين يغزل مواله من كلمة عمه خاله وانا زي نساتي مجاله ولفت الجول حكايات وانا زي نساتي مجاله ولفت الجول حكايات على حسب وداك قلبي يا بول والعود كمان من الوتريات لا بشكرك يا استاذ ابراهيم عشان طلبك كان مميز جدا شكرا استاذ ابراهيم طبعا هو يعني مستمتع جدا وبيشكر حضرتك طبعا على الاغنيه الجميله دي العود من الوتريات اللي بتوصل قوي الاحساس ويمكن بس هو من الوتريات الصعب تعلمها بسهوله يعني هي في البدايه بس يعني اول عشان حد يقول لك الخطوات يعني بالظبط زي ما كنت بتتعلمي تكنيك جديد في الرسم فانت تبقى محتاج بس تعرف ان الخامه دي الاكريليك هينشف بسرعه لكن الزيت هيتاخر شويه الفحم مش هتفرق مع الوقت فتبقي بس خطوات لكن مثلا واحد زي عمار الشريعي رحمه الله عليه وكان ضرير ومع ذلك هو اللي علم النقود لنفسه يعني واحد بس علمه الخطوات الاولانيه لكن هو بعد كده ما شاء الله هو اللي علم العود لنفسه والوقت الفيديوهات واليوتيوب والحاجات دي بقت متاحه طبعا اكيد لو الواحد راح يتعلم على ايد استاذ هيبقى افضل واسرع بس هي من النوتريات يعني الجميلة طبعا أكيد يعني احنا بنشكركم شكرا جزيلا نورتني الموسيقار الجميل هاني الجزاوي الفنان التشكيلي الكبير محسن منصور بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تشريفك لنا النهاردة كل زملائي خلف الكاميرات اللي بذلوا مجهود أكثر من رائع لكم كل التحية على هذه الحلقة الجميلة فريق الإعداد اللي اختار لنا النهاردة الفقرات بعناية بجد أنا محظوظ النهاردة أنا وإسراء طبعا أنا كمان كنت محظوظ بوجود إسراء النهاردة بيبقى يوم مميز دايما اللي بنشتغل فيه سواء في ساعة صبحية ولا في الخيمة شكرا شكرا لك يا محمد وشكرا على روحك الحلوة وروح كل زمايلنا هنا في الاستوديو شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة ويا رب إن شاء الله تكونوا استمتعتوا أنا شخصيا الواحد موده بيتغير لما بيجي يشوف الفن الراقي ويتعرف على الناس الراقية والشيك قوي دي في فنها اللي بتقدمه لحضراتكم كل سنة وحضراتكم بألف خير وأتمنى لكم يا رب دايما كل الراحة والمتعة والمتعة الربانية إن احنا نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى في العشر الأواخر وطبعا الخيمة لسه مكملة مع حضراتكم ونشوفكم بإذن الله على ألف خير بكرة هيكون لقاء جديد مع فريق خيمة ليالي رمضان على قناة مصر الزراعية مش هنختم بقى غير لما نسمع حضراتكم آخر حاجة جميلة نهديها لحضراتكم طبعا من موسيقارنا الجميل أستاذ هاني تسمعنا حاجة نختم بيها من فضلك تفضل طب إيه برضه زي ما تحب أي حاجة تهديها طب زينة زينة, زينة. الله زينة يلا أحلاها عشت الفلاحة بأعتبر إن احنا طبعا. في فضل احنا غنيناها انا وهو كنا كمل نغنيها مع بعض بقى لا 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 ماشي نغنيها كلنا سوا يلا كلنا نغنيها سوا يلا نغنيها سوا يلا عشان نلحق نختم يلا يا مجد اليوم وليلة قطو السكة الطويلة يا مجد اليوم وليلة قطو السكة الطويلة وديني بلدي المحبوب يا مجب اليوم وليلة قطو السكة الطويلة يا مجب اليوم وليلة قطو السكة الطويلة وديني بلدي المحبوب وديني للزينة الفلاحة مشتاق وجدي مش للراحة
العاشق ولا معشوق معشوق وديني للزينة الفلاحة مشتاق وجاتني الشوق والعشق يا ابوي مش بالراحة لا العاشق ولا معشوق معشوق من يوم ما رأيت الفلاحة تخطر في الغيط الفلاحة قلت أنا حبيت الفلاحة وسافرت وجيت للفلاحة سلامات واللقاء مكتوب يا مجبي